رغم بالرغم من سياده السيد الرئيس لاني طالب كلمه تدخل كان فيما يخص رئاسه محافظ البنك المركزي لكن ما يسالش لا 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 هذا لخص لك المساله كلها بجمله سي ابراهيم باهي باهي سيد الرئيس ما يسالش ما يسالش لا لا انا متعود المطلب نتاعك بعد غلق باهي ما يسالش ما يسالش ما يسالش فاتت عليك احنا سلطه عليا ولا ما انا سلطه عليا حاسب الدستور صغير اضحك كل ما نكلمك اضحك سلطه عليا غصبا على اللي يرضى وما يرضاش غير تقلبه الموازين اسمعني كسلطه عليا المتهم علي السرياطي قال كلام خطير جدا وحبيتوا تغطوا عليه بالمشكله هذه اللي فتح عليا والله اللي فتح عليا اللي عملتوها بين اللي تحبوا تلهوا الشعب هالمحافظ البنك اللي استدعي الحكومه بجميع وزراها المسؤولين على الملف هذا ويجوا يفسروا القناصه اللي قتلوا اولادنا في الثوره ووصلوا هالناس تو اللي ركب الثوره تحدد موعد تو كان الاسبوع الجاي كان وراه باستدعاء الحكومه لمناقشه كلامه لانه قال كلام خطير جدا يجب التحقيق فيه وتنبثق لجنه من هذا المجلس التحقيق في هذا الامر الخطير جدا لانه رواحة التوانسه ما هيش لعبه والسلام.